اهلا فيكم حبايب القلب على جديد، تحياتنا لكم. يعني احلى اشي صراحة انا اللي بحبه ايجابية محمد الشاكر الصبح، فلما بلشنا نضبط الكاميرات بقولنا كروش عاربة، فمش ضروري الواحد ينسم بدنه على الصبح يا محمد، يعني فاهمين انه الواحد طريف زعل، بعرف متعشي بجوز ايد اخوه امبارح بالليل الواحد بدي اروح انا اصلا. طيب خلينا مع بعض اكيد مشاهدينا الاعزاء نرحب بالزميل الرائع ونصبح الزميل الرائع والمحترم اسامة الطريفي، مدير العمليات والتنبؤات الجوية موقع طقس العرب. ضل فيها مدير عمليات؟ لا ضل فيها مدير عمليات ولا شيء، خلصت العمليات اروح انا شوف لك حدا. صباح الخير، متفائل مبسوط. متفائل مبسوط، بقول لك كلمتين على هالصبح على الهواء. المشكله كروش عربي واحنا مش شاربين الا قهوه، يعني خلاص شارب شيء ما حاجه كملها. 100% اسامه الله يسعد صباحك حبيبي القلب، اهلا وسهلا فيك على جديد ببرنامج جوك. احنا مقبلين على حاله عدم استقرار جويه، ممكن نصنفها بحاله عدم استقرار جويه قويه ببعض المناطق. بدنا نحكي سريعا هون انا وياك عشان نفوت على غرفه العمليات الجويه جوا، نشرح اكثر للمشاهدين، بس نحكي احنا متى بالضبط رح نتعرض لهي الحاله عشان نقوم مع بعض على غرفه التنبؤات الجويه. اكيد يعني اسامه احنا امام حاله زي ما سميناها بطقس العرب اقليميه، يعني راح تاثر على 8 دول عربيه تقريبا. راح تبدا اليوم مع ساعات العصر والمساء بدءا في الاراضي المصريه وايضا يعني المناطق الساحليه في المملكه العربيه السعوديه، توصل تقريبا المملكة مع ساعات منتصف الليل بدءا في المنطقة الجنوبية أو ما قبل منتصف الليل بقليل، وبتستمر على فترات يوم الجمعة. لما نحكي من الليلة وحتى الجمعة ما بنحكي عن أمطار متواصلة طوال هاي الفترة، بنحكي عن زخات رعدية متباعدة راح تكون على فترات مش أمطار متواصلة، وهي يمكن أحد ميزات حالة عدم الاستقرار الجوي إنها بتختلف عن المنخفض. منخفض نحكي عن أمطار لعدة ساعات واستمرارية بالهطولات المطرية، لا هون بنحكي عن زخات متباعدة. طبعا راح تبدأ الليلة الحالة بدءا من المنطقة الجنوبية محافظة العقبة، وتمتد تباعا مع ساعات الصباح الباكر والظهر من يوم الغد بإذن الله لبقية مناطق المملكة إن شاء الله. ممكن الناس عم تحكي ليش ما صنفتوا الحالة الجوية، نحكي إنه إحنا بطقس العرب الحالات عدم استقرار جوي لا يتم تصنيفها، التصنيف فقط للمنخفضات الجوية من حيث من 1 إلى 5. عدم استقرار جوي دائما تمتاز إنه إحنا كمتنبئين ثقتنا مش كثير عالية بالنماذج العددية فيها، ممكن تصير في عنا أي مفاجآت سواء إيجابية تيجي الحالة أقوى من التوقعات أو أقل بكثير من التوقعات، فبالتالي دائما حالة عدم الاستقرار الجوي بتغلبنا صراحة، يعني بتغلبنا كثير بتوقعاتها من ناحية شدة الأمطار وأماكن الهطول ووقت الحالة الجوية. ممكن مرات في حالات سابقة كانت النماذج تضع كميات مهولة من الأمطار في المملكة، تيجي ثاني يوم شمس بتيجي، ومرات يعني بالعكس حالات بسيطة بنستنتج انه ممكن تتشكل انها سحابة رعدية جدا شديدة تمسك منطقة معينة. تمام حلو، عشان هيك وجب التحذير على الحالتين، يعني احنا اللي بنحكي تحذير السيول بالاخص. صحيح، لانه قلنا تجارب للاسف يعني مريرة بموضوع السيول، يعني البحر الميت أكيد والى اخره. يعني اسامة دائما في ظل وجود اي حالة عدم استقرار جوي يجب التحذير دائما من السيول، لانه دائما طبيعي هاي الحالات تمتاز بالعنف حتى لو كانت يعني ذات نطاقات ضيقة. يعني احنا راح نشوف هلا بالليله وبكره الصبح راح نسمع راح السوشيال ميديا يعني ينشر مثلا فيديوهات لامطار غزيره وربما ارتفاع منسوب مياه في بعض المناطق، ناس راح تحكي لك وين الدنيا شمس عندي. هذا الوضع طبيعي جدا اسامه، وممكن يعني يوصل الاختلاف لمستوى شارع مش مستوى مدينه. يعني ممكن تلاقي فعلا مثلا منطقه فلنفترض الدوار السابع امطار، السادس او الخامس ما تلاقي فيها شيء، لهالدرجه بوصل الاختلاف. واعتقد الناس يمكن اللي بتحب تلف شوي اثناء المطر بحيث تستقر الجو بيلاحظوا هذا الفرق الكبير. صحيح. على فكره مؤخرا يعني احنا عم نحكي بس مؤخرا صار في ثقافه منيحه عند الناس. صحيح. عشان نقدر نعرف نميز ما بين المنخفضات وما بين حالات الصغر. عدم الاستقرار الجوي انا ممكن نرجع نشرحها بشكل مفصل جوا، بس حابين نفوت جوا على غرفه أكيد. العمليات الجويه غرفه التنبؤات ونطلع اكثر اسامه على بس قبل ما وقع عادي بسيط وظل فيها اليوم خلص بعد ما حكت عن الكروش خلص الامور بطل واحده نفسي اشتغل. طيب اكيد مشاهدينا الأعزاء احنا حاليا موجودين بغرفة العمليات وغرفة التنبؤات الجوية الخاصة بموقع طقس العرب. يعني أسامة هلا احنا بنحكي هون شوي نحكي عن الأخوة المشاهدين عن الشاشات هاي اللي موجودة حوالينا، هاي الشاشات بالضبط ايش وظيفتها أسامة؟ يعني لو بدنا نقسم المنطقة لنصفين، هون عندنا تنبؤات جوية وهون يعني الحالة الجوية الحالية. تمام.
هون بتشوف انه وين في اماكن عواصف رمليه في اول خريطه، وين في تشكل سحب بشكل عام. هاي بتدلنا على مناطق تشكل السحب في المملكه. بنلاحظ يعني لو بدنا ندخل مثلا هون مباشره انه في عندنا شويه غطاء سحابي بسيط فوق المنطقه الشماليه والوسطى، لكن هذا الغطاء السحابي بتحرك، فبالتالي اجواء راح تميل انها تصير اكثر مشمسه بالساعات القادمه. عكس يمكن الصحي الصبح كان شوي شايف في شويه غطاء سحابي، لكن هذا الغطاء السحابي زي ما شايفينه قاعد بيبتعد عن المملكه في الوقت الحالي. طبعا راح يتشكل لاحقا. هون فرق كثير مهم اسامه. اسامه حاله عدم استقرار جوي بيكون في عندنا منخفض جوي حول جزيره قبرص في هالمنطقه، الكل بيسمعها دائما في نشاطنا الجويه. تتشكل جبهه هوائيه، نحكي جبهه هوائيه يعني كميه كبيره من السحب الماطر تتشكل في هالمنطقه، تتحرك تدريجيا، تقدر تعرف متى راح توصل على الشمال وعلى الوسط وعلى الجنوب، فبيكون في استمراريه بالهطلات المطريه. اللي راح يصير الليله وبكره نشوف هون، شايف هذا السيناريو، هاي المنطقه كلها مستقره، عاصفه رعديه هون قبالة السواحل الفلسطينية. طيب خلينا احنا نحكي بالتحديد هون، احنا قبالة السواحل الفلسطينية، شايف كيف المنطقة كلها مستقرة عدا هاي النطاق الجغرافي الضيق، هيك راح يصير عندنا برضو على نطاقات الليلة القادمة. فانت ما بتعرف وين ممكن يصير، يعني ليش هالمنطقة الحالة صار فيها عاصفة رعدية. نفس هذا السيناريو لما تمتد الحالة الساعات الجاية او منتصف الليلة راح تتشكل عواصف رعدية في الداخل عندنا في الجنوب والشرق، وتمتد طبعا لبقية محافظات المملكة. طبعا عادة يعني في العادة حالة الاستقرار في المملكة بتكون يعني أوضح في المنطقة الجنوبية والشرقية، لكن هذا مش معيار، يعني مش إنه ما راح توصل الأمطار المناطق الشمالية والوسطى، لا راح توصل الأمطار بحسب التقديرات، ممكن يكون في عندنا تحذير تشكل السيول في تلك المناطق. لكن الشيء الواضح إنه ممكن في تركيز أعلى على الجنوب وعلى الشرق بهاي الحالة، وأيضا يجب الانتباه في بقية مناطق المملكة. تمام 100%. إذا إحنا بنحكي بشكل عام، خلينا نرد نلخص الموضوع بما إنه إحنا صرنا هون. إحنا أول إشي مشان حابين نوصل المعلومة الجوية بشكل بسيط لإخواننا المشاهدين، إحنا يا إخوان أمام حالة عدم استقرار جوية قوية. احنا اليوم سالنا سؤال على الهواء بدايه البرنامج، شو الفرق بين المنخفضات الجويه وحالات عدم الاستقرار. احنا برضو كمان لانه المعلومه جدا مهمه، صحيح، فمن الضروري انه احنا نحكي انه لسنا امام منخفض، احنا امام صحيح. حاله عدم استقرار جوي، مش امام حاله منتظم، احنا امام حاله عشوائيه حتى لو كانت قويه 100%. صحيح. ممكن هاي الحاله تكون قويه ببعض المناطق، ممكن صحيح. مناطق نلاقيها شمس لانها بتكون بنطاقات عشوائيه، ممكن صحيح. تعمل سيول بنطاقات مفاجئة. ضيقه صحيح. فعشان هيك احنا هون بطقس العرب وجب انه نحذر الجميع، بجميع المناطق يجب صحيح. الانتباه من غزارة الأمطار ببعض الأحيان وتشكل السيول. خلينا نحكي صحيح. بالأخص عندنا لازم نحذر من تشكل السيول بالمناطق الشرقية والمناطق الجنوبية بما فيها طبعا محافظة العقبة، وأيضا طبعا. حتى التحذير يشمل حقيقة بقية مناطق المملكة، يعني كامل مناطق المملكة يجب الاستعداد والانتباه من تشكل سحب رعدية خلال الساعات أو خلال منتصف الليل ويوم الغد. وسامر بدنا ننتقل، يعني بدنا نحكي ليس منها حالة إقليمية في طقس العرب، يعني احنا شايفين هاي توقعات وليس أرض الواقع اللي شرحته قبل طبعا. شوي ما يحصل حاليا. هون نحكي عن توقعات زي ما احنا شايفين عندنا، يعني هذا نموذج بدر عندنا في طقس العرب بيستشعر لك اماكن وجود الامطار. زي ما احنا شايفين اليوم مع الساعات يعني تقريبا نعم. المساء الاولى تبدا الحاله في الاراضي المصريه والسواحل المملكه العربيه السعوديه، فتبدا في مصر والمملكه العربيه السعوديه تمتد تباعا زي ما احنا شايفين للمملكه نعم. وفلسطين وسوريا ولبنان، وطبعا تشتد بحسب يعني النموذج العددي مع ساعات يعني تقريبا الصباح المتاخر من يوم الغد والظهيره. احنا بدنا بس نسال عن الالوان الغامقه اسامه، هاي صحيح. بتدل على غزاره الامطار، يعني كل ما غمق اللون. بدنا نشوف هون المعيار تاع الالوان، الازرق الفاتح امطار خفيفه، الازرق الاغمق بتشير على امطار اكثر غزاره، اللون يعني الزهري او النهدي هون هاي امطار شديده الغزاره متوقعه. زي ما احنا شايفين كيف تحركت الحاله، تبدا في الاراضي المصريه وسواحل المملكه العربيه السعوديه، وتبدا طبعا تمتد تباعا الى بقيه مناطق الشرق الاوسط فيها الاردن وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق، وتنتهي في الكويت إن شاء الله. فبالتالي ثمان دول عربية تحت تأثير هذه الحالة الجوية، عدة مناطق في هذه الدول راح تشهد سيول، راح تشهد أمطار غزيرة، راح تشهد عواصف رعدية قوية. الأردن مرشح أن تكون جزء من هذه المناطق، فبالتالي يجب الانتباه طبعا والاستعداد بشكل أكبر. لو بدنا نستعرض أسامة هون توقعات الغطاء السحابي السحب كيف راح تكون، زي ما احنا شايفين يعني اليوم الصبح كان فينا شوية غطاء سحابي في المنطقة الشمالية والوسطى، لكن لو نمشي بالساعات القادمة الأجواء طبعا الغطاء السحابي باللون الأبيض، راح نشوف انه يعني اغلب مناطق المملكة مع ساعات ظهيرة اليوم خرجت من النطاق السحابي، بالتالي اجواء مشمس اليوم. اللي حاب يغسل اخر يوم فرصة عنده قبل بكره وبعده بده يغسل، لكن مع بداية تشكل الحالة مع ساعات مساء اليوم زي ما احنا شايفين في عندنا يعني غطاء سحابي كامل راح يغطي المملكة سواء هذه الليلة او مساعات المتأخر من هذه الليلة ويوم الخميس. وزي ما احنا شايفين يوم الجمعة بتستمر المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لكن زي ما حكينا الأمطار غير مستمرة يوم الخميس والجمعة،
هي ستكون عبارة عن زخات رعدية. تيجي غيمة رعدية، عواصف رعدية قوية، أمطار غزيرة سريعة وتنتهي. يستقر الطقس، ثم ممكن تتشكل غيمة وراها ثانية، فتحتاج إلى متابعة دقيقة على فكرة حالات عدم الاستقرار الجوي. هلا بالنسبة للمتابعة الدقيقة، إحنا بطقس العرب أولاً بأول حنكون مع متابعين طقس العرب. صحيح. وكل الناس المستخدمين ل يعني تطبيق طقس العرب وكل الناس اللي عم بفوتوا على موقع طقس العرب أسامة، راح يكون في تنبيهات أول بأول. أكيد أنا بتذكر طبعاً. كل أو بأغلب حالات عدم الاستقرار الجوي إنه مثلاً بعد قليل غيمة أو أمطار رعدية غزيرة عواصف رعدية ستؤثر على منطقة تلع العلي. صحيح. أو بعد قليل عواصف رعدية حتؤثر على منطقة شفا بدران، فراح نكون إحنا أول بأول. أول بأول. أكيد يعني دائماً بنحكي دائماً نرجع بنأكد معلومة إن هي تمتاز هالحالات بإنه بتحصل فيها مرات أمور مفاجئة. يعني عادي نصحى بكرة ما يجيش نلاقيها شمس، وعادي نصحى نلاقي أمطار غزيرة، حالة صحيح. عشوائية. هاي عدم استقرار. وممكن تنبؤات صعبة شوي فيها. يعني نعم. ممكن حتى أسامة الناس تحكينا طب أنت شو بتساوي إذا أنت جاي تحكي لي ممكن وممكن، بس هو فعلياً هيك يعني حتى الآن النماذج الجوية العالمية ما قدرت توصل لمرحلة من الدقة العالية في حالة الاستقرار الجوي زي المنخفضات الجوية. نعم. بالتالي دائماً بيكون عندك هامش الخطأ فيها موجود، مرات هامش المفاجأة فيها موجود، بالتالي بس مجرد ما منطقة تدخل بأحوال جوية غير مستقرة يجب الانتباه والاستعداد والمتابعة أول بأول. لكن نرجع نحكي غدا، يعني القراءات بتشير حاليا أنه في مناطق في المملكة ستكون تحت تأثير قوي لهذه الحالة. ومنرجع نحكي الجنوب والشرق العقبي كمان مرة نرجع نحكي لازم ننتبه منها في على ما يبدو الليل عواصف رعدية وأمطار غزيرة. وحالات عدم الاستقرار الجوي تمتاز أنه في عواصف رعدية قوية، فممكن احتمالية البرق والرعد بال24 ساعة القادمة تكون عالية، ممكن يكون معها زخات برد، ممكن أسامة يصير ما يسمى بالرياح الهابطة كمان في بعض المناطق. شو الرياح الهابطة؟ الغيم الرعدية فيها بيكون تيارات هوائية قوية بتهبط على الأرض، فبالعادة إذا في غبرة أو في رمل بترفعه بتشكل طبعا عواصف رملية. وممكن هاي الرياح الهابطة نشعر مرة واحدة إنه الرياح صار شديدة جدا مع عواصف رعدية، لكن تكون لفترات مؤقتة. ممكن على فكرة الهبات تكون فوق 100 كيلو، لكن صعب تحكي إنه والله عندنا هبات بكرة 100 كيلو، راح تكون برضو في مناطق عشوائية نفس طبيعة الحالة الجوية. وبرضو الغيوم الرعدية مرات إنها بتمتاز بغزارة كبيرة من الأمطار، برضه بتمتاز بعواصف بردية مرات أحياناً. نعم. فكل هاي الأحوال الجوية قد تكون مرافقة للحالة المتوقعة. يعني إحنا نتمنى إنه تكون أمطار خير، ونتمنى أن تكون يا رب سقيا رحمة لا سقيا عذاب، هذا المهم. يعني ما نشوف مشاهد غرق شوارع، مشاهد غرق محلات إن شاء الله. يعني بالملخص إحنا وجب من موقع طقس العرب التحذير باحتمالية تشكل سيول بالعديد من المناطق، وخصوصا خلينا نحكي ممكن تكون الحالة أشد على المناطق الجنوبية أسامة والشرقية وأيضا يعني عمان. يعني برضو وجب التحذير كل مناطق يعني شامل لهذا التحذير أو التوصية، لكن المناطق الجنوبية الشرقية، المناطق الحدودية مع العراق مع المملكة العربية السعودية، محافظة العقبة، هي المناطق الجمهورية يجب الانتباه والاستعداد 100%. الله يجيب اللي فيه الخير. يسعد صباحك سيدي. أشكرك. وبدي أشكر وجودك معنا. نشرب قهوتك كملها موجودة يعني. سمينا بدل الصبح عجقناك. لا بسيطة، أهلا وسهلا. 100%. بدنا نشكرك أسامة، يعطيك ألف عافية. شكرا. إن شاء الله تكون أمورك 100%.